ماذا يفعل الانسان الذي تعسر زواجه هل هناك ادعيه بالفعل لها تاثير على خطه حياه الانسان يعني زوجه تبحث عن الزوج الصالح لم ييسر لها الله هذا الامر حتى الان او انسان يبحث عن امراه صالحه ولم تتيسر ماذا يفعل هل يمكن للادعيه بالفعل أن تسرع أو تيسر هذا الأمر حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة عصرنا هذا عصر مظلم جدا. الكثير من الشباب والبنات ظلموا بسبب تغير مفاهيمنا عن الحياة الزوجية. بسبب الصعوبات بسبب المتطلبات الكثيره بسبب تغيير نظرتنا للزواج ما هو الزواج اصلا؟ هل هو عباره عن مظاهر وترف وفرح والى اخره ام انه شيء اخر؟ الحقيقه اذا اردت اولا ان ييسر الله لك الزوجه او اذا اردت ان ييسر لك الله الزوج الصالح يجب ان نغير نظرتنا لهذا الموضوع فالزواج هو سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وهو ايه ومعجزه من ايات الله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه يجب ان تنظر الى الزواج على انه سكون هن لباس لكم وانتم لباس لهن يجب ان تنظر الى الزواج انه ذريه صالحه انه امر يرضي الله وليس هو مظاهر ومتعه ومتطلبات الحياه لا اخي الحبيب اول شيء حتى الدعاء تستطيع ان تنفذ هذا الدعاء او هذا الدعاء ييسر الله لك ببركته الزوجه الصالحه ينبغي ان تغير نظرتك للامور. لان هذه هي المشكله الرئيسيه. اليوم كثير من الناس امامه كثير من الشباب امامه الكثير من البنات. ولكن هناك مشاكل البيئة فرضتها الثقافة فرضتها الإعلام فرض علينا مشاكل لم تكن في رؤوسنا قديما قبل مئات السنين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يجب أن تغير نظرتك لهذا الموضوع أول شيء يجب أن تعتبر أن الزواج عبارة عن أمر يرضي الله يعني ليكن هدفك هو الله عز وجل وليس الدنيا لانك اذا انغمست في الدنيا ستغرق في بحر من المشاكل وهذا ما يحدث في الكثير من البيوت الزوجيه للاسف اليوم انظروا الى المحاكم، انظروا الى المشاكل الزواج والطلاق وغير ذلك. عندما تعتبر ان الزواج هو امر الهدف منه ان ترضي الله اولا ان تنجب الذريه الصالحه انظر لبعيد حتى ان الله عز وجل قال فان كرهتموهن احيانا الانسان يكره زوجته يكره شكلها يكره بعض التصرفات يكره بعض الكلمات يكره بعض العادات الله ماذا قال لك قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انظر للامام للمستقبل انت لا ترى الغيب فلا تنظر الى الشكل الخارجي والمواصفات والامكانيات وغير ذلك انظر ما الذي يرضي الله هذا هو السؤال الرئيسي الذي يجب ان تضع نفسك امامه سيدنا موسى ساعطيك مثاليا هل كان يبحث عن المتعه لا هل كان يبحث لو كان يبحث عن المتعه فرعون لديه اجمل النساء هو هرب من الكفر والضلال هرب من فرعون وهرب من فتنه النساء سيدنا يوسف هل كان يبحث عن المتعه عن الجمال عرضت عليه امراه العزيز الفاتنه الغنيه المسيطره وغلقت الابواب وقالت هئت لك كيف كان رد فعله؟ قال معاذ الله، لماذا؟ لأن تفكيره دائما في تفكيره الله موجود سبحانه وتعالى. فمباشرة قال معاذ الله. طيب سيدنا زكريا ماذا أراد من الزواج؟ هل أراد المتعة؟ لا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أصبح شيخا كبيرا العظم وهن ضعف هشاشة العظام واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يعني إنسان في عمر الثمانين أو ربما أكثر هل هذا يريد متعة؟ لا هو ينظر إلى المستقبل يريد ولد يدعو الله يرث النبوة اللهم صل على سيدنا محمد لذلك أخي الحبيب اجعل نظرتك لبعيد والله سيسر لك ستجد ان متطلباتك اصبحت بسيطه جدا لماذا لان الجمال لم يعد هو الهدف الشكل لم يعد هو الهدف الاموال لم تعد هي الهدف اصبح لديك هدف اعظم بكثير هو الاخره طيب هناك دعاءان دعاءين في القران انا احببت ان يعني نحفظ دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا زكريا سيدنا موسى ماذا قال عندما جاء إلى ظل الشجرة وأراد الزواج قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير انظر صياغة الطلب أو الدعاء لم يقل يا رب زوجني لم يقل يا رب هي ماذا قال؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لولا أن الآية التالية تقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لم نفهم ماذا يريد. <applause> نحن فهمنا أنه يريد الزوجة الصالحة عندما أخبرنا الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت له إن أبي.. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سبحان الله على الفور هي لماذا؟ لانه اولا غير نظرته لهذه الامور، غير نظرته للدنيا. والله بمجرد ان تغير نظرتك لقضيه الزواج ستاتيك الزوجه او الزوج ياتيك الزوج راغما قانعا. وباسباب الله يقدرها. اذا اخي الحبيب احفظ معي دعاء سيدنا موسى ولكن يجب ان تدعو الله وهو قريب منك تخاطب الها قريبا منك يراك يسمعك يعلم ما في نفسك يعلم حاجتك قل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وكرر هذا الدعاء. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الدعاء الثاني سيدنا زكريا دعا أن يصلح الله زوجته وأن يرزقه الولد ماذا قال وزكريا إذ نادى ربه هنا أريدك أن تحفظ هذا, هذا, هذا المقطع رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب لا تتركني وحيدا هكذا وانت خير الوارثين هيئ لي الزوجه الصالحه وهيئ لي من يرثني من الذريه الصالحه كما تحب وترضى وسلم الامر لله تسليما كاملا ويجب ان تعتقد هذه قواعد مهمه اخي الحبيب أن المرأة التي ستتزوجها مكتوبة عليك مسبقا لا تتعب نفسك ولكن أنت فقط كن مع الله والله سيهيئ لك الأسباب فلا تفكر كثيرا بما يتعلق بالمواصفات وغير ذلك فكر دائما بالجوهر الداخلي فكر بقضية الدين قضية الأخلاق قضية حسن الخلق السمعه الطيبه اناس متواضعين متواضعون يقدرونك يحترموك لا تنظر الى الاعلى تتعب انظر الى من هو ادنى منك تشعر بنعمه الله عليك كذلك بالنسبه للمراه التي تاخر زواجها تخفف من احلامها الرومانسيه كل ما تشاهدونه على الانترنت والتلفزيون كله تمثيل اخي الحبيب والدليل على ذلك الـ الـ الازواج في المسلسلات الذين يقومون بدور الزوج اللطيف الرومانسي المحبب الى النساء الى اخره والذي يمارس علاقه خياليه عاطفيه مع زوجته او حبيبته تجده في الواقع يطلق ثم يتزوج يطلق وهي كذلك <applause> نجد من من يهتم باخبار الفنانين والفنانات تزوجت فلانه وطلقت ثم تزوجت وطلقت ثم ثم ماذا يدل ذلك؟ على انه في حياته العمليه فاشل <applause> لم ينجح في الحياه العمليه فاذا هذا كله تمثيل لا تنظر اليه الحياه فيها مشاكل، فيها عيوب، فيها اخطاء، فيها ابتلاءات. انت ستدخل في شركه، الزواج هو شركه شراكه مليئه بالاحداث تتحلى بالصبر بالتواضع ان تصبر على ما تكره، ان تنتظر الخير وان يكون هدفك هو الله سبحانه وتعالى ومرضات الله، اذا لا ننسى هذين الدعائين رب اني لما انزلت الي من خير فقير والثاني رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا جميعا انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق